فنان لازم قبل يكون فنان. ايه ما لازم. بس ما عندك مانع اذا بكره انا باي ما كان فنان. ايه طبعا اكيد. لا لا بس سؤالي انا يعني كمان انه انت بس ما عندك مانع اذا ابنك طلع بحب الفن يمكن تنصحه يمكن تنصحه بس ما بنصحه اقول له يا اخي اذا في عندك موهبه وظف موهبتك بالفن المحترم مش الفن المبتذل. طيب انا قبل اخر مره شفتك مره بتتذكر بكافيتيريا تبع اوتيل على سن الفيل ايه وكان احمد الزين معك وقتها صح. وقتها بس شفتك قلت لك جيب لي واحد اجي عد لك اياها. انت شكلك كثير حلو ليه ما حد بيعرف يصورك؟ تطلع كبير بالعمر تطلع بعدك عندك بيبي فيس يا زلمه ليه؟ صح عم بحكي صح يا سيمون؟ صور شو يعني؟ يعني حقيقه انت فوتوجينيك انت جيد جدا بس انه هلا هيدي نظره المخرج يعني ما فينا ايه بتبين اكبر يعني شايفك على التلفزيون شايفك طبعا هذا عنصر الاضاءه وعنصر شو اسمه بياثر والعدسه الكاميرا بتعرف ايه بتضخم شوي بس انت يعني انت معلش خلينا نتذكر شوي معلي تاريخيا انت من ضيعه اسمها اليمونة شو بتشتهر اكثر شيء غير المي المي يعني متى في حدا بيعبي مي عندكم هنيك مي والتفاح وجاي ما جاي معك سحال التفاح هلا بعد التفاح اوكي يعني بعد ما عقد المعطر وفي هلا الحشيش اللي بدهم يشرعوها ايه كمان انتم منيح مشهورين بالحشيش مش قصة مشهورين قد ما هي يعني لانه الارض خصبه يمكن كثير الارض والمي نظافه المي بتفرق نظافة المي اكيد اكيد حسب الشروط اللي طالبينها تكون طبية لانه الاغراض طبية لازم يكون في شروط معينة. انت مقتنع انه معقول يصير عندها هيك شيء؟ والله انا بلبنان اذا بيحطوا براسهم بنعمل العجايب مزبوط بس بدك ما يضل كل من عم يشد صوبه مزبوط بده يكون في تعاون يكون في اتحاد لانه شوف سبقونا يعني مثلا بكندا وسبقونا بولايات بامريكا سبقونا ونجحوا قدروا يعني قدروا يحصلوا القصص بالقضايا الطبيه لانه هيدا ثروه مهمه بعد بالضبط يعني ليش بدنا نتركها قافه ممكن تصير هالقافه تصير علاج. معين انت من وقت ليالي لبنان كنت عندك نشاط بالاول خفيف بلش يقوى وبعدين صفيت من الناس اللي بنحسب لك احسان كل سنه. احنا عندك اذا بتتذكر بليالي لبنان كنت انا غير متباري انت جبتني مثل زهره كانوا مواهب خارقه بالضبط مواهب خارقه ما كانوا متنافسين رغم ذلك انحكى فينا كثير صحيح ووصلنا للشهره اللي بيتمناها اي فنان كبير بعد منا. انا عندي ام الله يرحم والدك ويرحمها اللي كانت عال ماشي بدك يا ماما الفن بس الفن بينفات من بابه العلمي مش من الكباريه ايه فبلشت هي تضبط المساله ما بدها يعني افلت. كان في كمان حالات يعني اولاد فلتوا بالقعد وما توفوا طبعا فبالعلم بلشت تهتم بالموهبه علميا يعني تجيب لي اساتذه على البيت نتعلم العزف على العود البيانو السولفيج والله فهذا برافو. فكنا نحن يعني مهتمين بالعلم مش بال ما استغلوك اهلك وانت طفل فانا طبعا لانه نحن الحمد لله نشكر الله لا قصدي بستغلوك يعني لشهر وليك تركوا تتعلم و الحمد لله تاسس حالك كانت مانعه بمحل من المحلات مانعه انه انا انزل بالله الا بالصيفيه هيك اذا في له شيء مناسب وكذا تفش لي خلقين يعني تخليني بعرس بالضيعه بالخبرين. طيب في اي كان حدا ابدا من العائله بيغني او شيء او فنان او هيك؟ هلا الوالد الله يرحم والدك ويرحمه كان صوت حلو نعم والوالده كانت دينه حلوه لانه هي كانت من الشمال من الطرف اهم ايه بالضبط فصار في التكامل انه الصوت بعلبكي والاذن شماليه حلو التعبير صوت بعلبكي والدينه شماليه بتعرف انت انه الشمال اللبناني
يضاهي حلب بالسمع. مش بس هيك يعني، انت بتتذكر ايام لبنان؟ انا وقت ما كنا نشتغل محافظه الشمال، ان كان لما كنت مساعد سيمون اسمر او لما انا اشتغلت لهيلي لبنان، يجيني كل يوم بالمئات. نعم نعم، لا بالمئات يعني مش عبالغ، بالمئات بالمئات يجي كله من الشمال. هي اكثر محافظه وطلعت طربيه فكره. أيوة. مياله للفن الطربي، اصحابك وليد توفيق وعبد الكريم الشعار وكلهم. نعم. يعني شمال بلاد الشمال اكثر شيء اشتهروا حقيقه. انتوا بالمنطقه يموني وما حواليها، مين في كمان فنانين باليموني وما حواليها؟ كان في عندك اذا بتتذكروا طلع مع سيمون علي جعفر. علي صاحبي، علي كثير عزيز من دار الواسع، من قريه يعني ملاصقه لل علي جعفر بعده بيشتغل ولسه عايش؟ والله ما عندك فكره. علي بيقولوا لي انه لا ما عاد كثير غنى، يعني ما اهتم فيها كمهنه، يعني بقيت هوايه. علي جعفر اصلا مع العلم انت بتعرف انه علي كان يتميز بهذا الصوت القوي بالضبط، وقوي ومظبوط، مش انه قوي على صريخ. لا مظبوط. بس هلا بس ذكرتني هلا، بس حكيت انت معي ذكرتني انه كمان من حتى من هداك الوقت ما كان كثير مهتم انه يعمل مطرب او شيء هيك، كان اخذها صح حقيقه. صح. هوبي هو هوي. كان دون جوان يعني اهتم بالزواج. عنده صور له هيك انا بصور اياهم كبار هيك، بده شي يوم هيك له. وعندك علي حلاحل من بعلبه، وعلي حلاحل كمان كويس. عندك العديد يعني من المواهب اللي ظهرت مؤخرا كمان. اليوم انت كيف شايف هالوضع الفني؟ في ناس حقيقه يعني نحكي بصراحه، في ناس كتير متشائمين من الوضع الفني هلا الحالي، في ناس بيقولوا لك لا كويس الوضع الفني. لا منه كويس، مع العلم انك طلبت مني انت انه ما كتير كون سلبي، بس انا حقول لك ما كويس، لانه اليوم ما فيني سايرك بموضوع حساس من هالشكل. هذا موضوع نحن معنيين فيه مباشرة، والمفروض نحن مسؤولين قدام الجيل الحالي والأجيال اللي جاي. لا، وضع الفن منه مزبوط نهائيا. نحن كنا بقمة الفن، صرنا بأدنى مستوى ممكن يوصل له الفن بالحياة. نحن هلا بأدنى مستوى. عم تحكي بموسيقى بشكل عام؟ أوكي. بشكل عام لا، بالمواد بالمضمون. عم بحكي بالمضمون. نحن اليوم بس كنا نسمع الرحابنة والأستاذ وديع الصافي وزكي نصيف وشويري وملحم بركات، وهلا كنت عم تعدد لي وماجد الرومي، كنا نسمع موضوع ناخد عبرة من العمل الفني، نتعظ. هلا اليوم كله كلام ما له قيمة، مواضيع تافهة. يعني هي صارت الحالة الفنية انه حالة تافهة ما إلى أي قيمة. انا سيمون عم بدي اذكر المستمعين، ضل قول مشاهدين، معلش ما في مشاهدين كمان، انه نحن هاي الحلقه بتنعاد الساعه 9:30 المساء اليوم، وضيفي هو الصديق الحبيب جدا جدا معي الشريف، وهلا بس شفته هيك تذكرته لما كان زعبوط قبوط هيك. ودائما نحن بالبدايه على الفيسبوك، بس بعد شوي نحن بنترك الفيسبوك ونفلت. انت اليوم قبل كل شيء بدي اقول لك، اليوم انا كنت عم بحكي مع مدام ألسي فنيني من شي ساعه، وقال بدها تسمعنا، فانتبه. نعم. لاني عندك شخص عم يسمعك دقيقه كثير. موجه له تحيه كبيره من القلب. من هاي من الفنانين الراقيين. ايه طبعًا، يعني طبعًا. اللي بنستفقد لهم طبعا. لا انا شخصيا لك محبه خاصه كثير لألسي فنيني، بعزك بحترمها كثير. سيدي اليوم انت عندك بالسوق غنيتين، غنية جديدة بالإذاعات وغنية عم نسمعها بمسلسل نص دقيقة. شو اسمه؟ مش نص دقيقة، ربع دقيقة، دقيقة صمت. دقيقة صمت، اوكي، غلطنا بنص دقيقة يا معي، ماشي نص دقيقة صمت. هادي انا سمعته بالصدفة، بدي ارجع احضره من اوله حقيقة. غنية عن جد ولا أجمل، ولا أجمل من هيك. بعد شوي نسمعها معي، بعد شوي. كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي. علي المولى ما غيره؟ علي مولى؟ علي مش الطويل، خاله بيكون الطويل. علي هذا الشاعر ابن أخته لعلي المولى. جد؟ افتكرت علي بعده. علي بعده بيشتغل بالمصلحة؟
علي المولى؟ ايه ما هو اللي مستلم إدارة صابر الرباعي، هو اللي جاب قاسم السير، هو اللي جاب قاسم السير. يا ريت ما جاب لنا إياه قاسم السير، لأنه جاب لنا أكذب إنسان، إنسان بلا وفاء وما عاد يجلس الصدق. خبرك ليش يوم بس هلا ما بدي أحكي، أنا عم بقول لك ما تكون سلبي، ما بدي أنا أكون سلبي. أنت طلعت رمز السلبي. ما أحكون سلبي أكثر. على كل حال، بس أنا حقيقة يعني أنا شفت مرة لقاء قصير لألكم، ما بعرف وين، أنت وعابد فهد عم تغنوها كمان سوا شوي، ومش عم يغني كان يعني كان عم يدندن هيك بس. هذا لقاء تلفزيوني كان تمهيدا لعرض المسلسل. في مجال استاذ، في عيط لك استاذ؟ هلا هيدي كبير شوي علي منك انت. في نحن معودين نقول لك استاذ مكرم نلحق. في اطلب منك حبيب تغني لنا الاكل المذهب تبعها؟ ايام منهم نص دقيقة. يلي مكتب له عمر بيقتل الشدي، حطي براسك يا دني منك قدي، ما ضل شي بهالدني وما وقف ضدي، كأنه الظلم خلقان إلي وحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، شو هالكلام وشو هالصوت شو هاللحن. طول عمرك حبيبي. بدي أحكي شوي بس على دقيقة صمت. إيه انا عابد من الفنانين اللي بعترف له 100 مره ممتاز بالتكه، بس في شيء شفته بمسلسل عابد هو ستيفاني صليبه. ايه انا معلش ما بيعرفك بيجهلك، بدي اقول لستيفاني على الهوى، انت مش بس اقنعتيني، انت ادهشتيني، وانا صرت من المعجبين الاوائل لهيك شخصية، لأنه صدقة بالتمثيل وصلني، وقناعها كان ملفت. أنا اليوم جبت رقمة، اليوم جبت رقمة حقيقة، بدي أتصل فيها وأدعيها لتشترك مع ووجه لها تحية والله يوفقك، ووجه لها دعوة كمان من البرنامج، بدعيكي باسمي وباسم صوت لبنان على برنامج الأستاذ مكرم حنوش، لأنه ضروري ضروري نعرف ونتعرف على اسمعوك الناس من هالمنبر سيدي. هل هاي غنية اوكي، هاي غنية مثل ما بقولوا غنية مناسبة؟ لا ما انا مناسبة، لا غنية مناسبة يعني انه في عم تحكي الدنيا حتضل الكلام حتضل عايشة. ما انتبه لانه انا ما يعني في عندي معيار، مش اي عمل بأدي، لا هذا كلام عابر للزمن يعني ما له اكسباير. انا بدي اقول لك شيء يمكن يدهشك يمكن لا، يمكن سامعه من غيري ما بعرف. انا في غنيه لاستاذ بدير الصافي بحبها كثير. ايام رح اقول لك، رح اقول لك، رح اقصك بالحديث. حبيتها قبل كل شيء مش بصوت وديع، عرفتها تعرفت عليها منيح بصوت ابونا اللي صار الخولي ربيع غنيها هو اول مره، ما بنساه بحياتي هو عم يغنيها وقديش حبيتها. رجعت بحياتي على رمش عيونها. لا لا ما تسأل، هلا حقول لك اياها. انه غنى له هيدي كمان؟ ايه طبعا طبعا غنى له كثير، ضل يغني له بس بدي وصلك انه رجعت سمعتها، سمعت هي نفسها سمعتها من مروان محفوظ. نعم وخوتني مروان محفوظ، يعني انت بلشت تتحزر بدك تعرف شو الغنية. ايه انا رح وصلك على هذا مروان. اول شيء خلينا نوجه له تحية، لانه مروان محفوظ من الاسماء الكبيرة واللي واو. انا معجب بصوته لابعد حدود، يعني حتى الاستاذ وديع الصافي كان يحكي ويسكت عن خينا مروان. انا عندي تسجيل يمكن انت عندك اياه موجود على العود عم يغنوا بغنية مروان لأمي تنمشي بهالدنيا، هي الغنية قومي تنمشي بغنية، ومين عم يرد عليه كران وديع الصافي وعم طيب له، ولا أجمل من هيك سمعناها نحن هون مرة مثل تشرين من سابق الأيام، بحقول وبساتين يا حلوة الحلوين تمشي. الله يرحمك يا استاذ وديع، الله يرحمك. يعني حقيقة من اجمل الحي خينا مروان، الصوت
العبقري صوت يعني عبقري. تسمع منه؟ نعم يعني عن جد ما معقول شو بصير فيك. مش انا بهاي الجلسه بالتحديد كان مروان محفوظ كمان صوت ماسي يعني حتى الاستاذ وديع كان منه. تسمع وديع صافي وعظمته لك هالتواضع يقول له هذا الفن بكل قلبه هذا الفن يقول له بكل قلبه وكلهم كانوا روم أرثوذكس قاعدين هو مروان ووديع وحده شو اسمه كان عرفته رجعنا للطائفة لا لا بقلب الطائفة مذهبية بس لا انه كان معهم شو اسمه يالله جورج رداء كمان قاعد حده جورج رداء يعني اعظم روم كانوا ناقص كان زمن ناقص ميشيل جحا وشو اسمه كان بس كيفك مكرم حنطوس لا كيفك بال جون جون اريد غير يعني شان ابانا الزمن بده يغير نعم تغير مفهوم الاغنية اللبنانية وهيك اليوم انت 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 مسلطن بعدك حتى انت عم ما بيقولوا عم تستأنس بالتغيير بس ما عم بتغير بالمية مية عن اصل يعني عم بتخلي فيها ال روح الأصالة بتضل دائما روح الوطن روح البلد روح لبنان بهالأغاني تبعيتك نعم طيب رفقاتك الباقيين كله يعني انتم مجموعة كبيرة طلعتوا سوا يعني نعم بعدة برامج وعدة بتشوف هن كمان عم يعملوا ذات الشيء مثلك ولا في استهتار بالخيارات؟ مش استهتار في شركة اجت فرضت رأيها على الجميع شركة خليجية كلنا بنعرفها وما بحب اذكر اسمها هي من احد شروطها بالعقد انه هي من تختار الاعمال الفنيه للفنانين وهذا شرط مشبوه ليش انت بدك تختار لي انه انا صاحب الصوت وانا اللي فيني اختار لحالي ليش انت بدك تختار ادركنا بعد فتره انه اني اخذوا هذا البند لحتى يدنوا بالمستوى لهذا الوضع اللي احنا وصلنا له هلا يعني لخدمة مين ما بعرف لخدمة مين بالضبط هلأ كانت موجهة الخبرية بس هني كان بدهم هدف واحد انه الحالة الفنية تصبح حالة تافهة لتدمير ثقافتك يعني هو الفن جزء من ثقافتك أكيد